وضعك يا جلسة مراجعات متتاليات. عملنا مخطط للحسابية، مخطط للهندسية، ننزله على القناة إن شاء الله. بنشوف أول مسألة: لتكن المتتالية المعرفة وفقا. عم يقول أثبت أنها حسابية، ثم عين أساسها وحدها العام. أثبت أنها حسابية، شو القانون؟ يو ان زائد واحد ناقص يو ان، شو لازم يطلع؟ يطلع عدد. أعطونا السؤال. اليو ان هي 3n زائد 1. طبعا هذا دور، تخيل انه يجي بهالسهوله 40 علامه. نتمنى انه بسنتكم تجي بهذه السهوله. يا هذا يا الرابع، واحد منهم كان دوره واثنين نفس الاساس. يعني اثبت انها حسابيه. خليك معي. اليو ان زائد 1 ناقص يو ان، بنعوضها. اليو ان زائد 1 هي نفس اليو ان شباب، بس بتشيلها لها الان، شو بتحط بدالها؟ ان زائد واحد. شو بتصير؟ ثلاثة، بنفتح قوس، ان زائد واحد زائد واحد، لا تنسى زائد واحد ثانية، ناقص يو ان نفسها، ثلاثة ان زائد واحد. فك الاقواس، ثلاثة ان زائد اربعة اذا بتجمع هدول، ناقص ثلاثة ان ناقص واحد، ثلاثة ان بترم معي ثلاثة ان، طلع عدد. في نص علامة على انك تقول له ركز معي، بعد ما يطلع العدد فورا طجه يساوي ثابت يساوي R. فورا نحددها تحديد الأساس على علامة يساوي ثابت يساوي R. اللي بعده، هي أثبتنا حسابية، طلع عدد. عين أساسها، قلنا الأساس احسب المجموع من يو صفر ليو 14. بدي منك من يو صفر زائد زائد يو 14. قاعدة الاس عدد الحدود، بتعد من الصفر لل 14، أو بما أن الحدود متعاقبة 0 1 2 3 4، بتقول دليل النهاية ناقص البداية زائد 1. 14 ناقص 0 14 زائد 1 15، إذن عدد الحدود 15. ضرب الحد الأول زائد الأخير على 2، يعني يو 0 زائد يو 14 على 2. اليو 0 من هنا بنجيبها، انتبه من هون بتحط بدل الان 0، بتصير اليو 0 3 ب 0 0 زائد 1 1. اليو 14 حط بدل الان 14، 3 ب 14 42 زائد 1 43، منعوضه 15 ضرب لو باور بليز تشارجينج تايم 1 زائد 43 على 2، بصير معك 44 على 2 22 15 303. هذه قاعده الاس. شو يا قلبي اللي عم يحكي هون؟ الطلب اللي بعده: برهن ان المتتاليه متزايده تماما. رح نعمل مخطط لمعايير الاضطراد، كيف متزايده كيف متناقصه كيف ثابته كيف متناقصه. ان شاء الله عبر الرياضه رح نعمل مخطط للحسابيه وللهندسيه، لا سوري، لمعايير الاضطراد. بس اقول لك متزايده تماما، طيب شو بتعمل؟ بتبرهن له مباشرة انه اليو ان زائد واحد اكبر تماما من اليو ان. اما اذا قلت لك متزايدة، بتبرهن له اليو ان زائد واحد اكبر او يساوي اليو ان. اما اذا قلت لك متناقصة تماما، بتبرهن له يو ان زائد واحد اصغر تماما من اليو ان. واذا قلت لك متناقصة، بتبرهن له يو ان زائد واحد اصغر او يساوي اليو ان. واذا قلت لك ثابته، يو ان زائد واحد يساوي اليو ان. حسب بقى السؤال. طبعا في طلاب شو بيعملوا؟ شايفين لهي هي نفسها، اذا بتنقل يو ان للجهه الثانيه، يو ان زائد واحد ناقص يو ان اكبر من الصفر، فينك تعتمد عليها. هي نفس هذيك، هيدي معايير الاضطراد. هن شو بدهم، متزايده ولا متناقصه؟ فرجونا أول طلب وينه؟ أثبت أن المتتالية متزايدة تماما. أوكي، متزايدة تماما، انتبه عليه. نحن من الطلب الأول شو طلع معنا؟
يو ان زائد واحد ناقص يو ان. شو طلع الجواب؟ مو جاب الا سالب. خلاص بنقول له اكبر من الصفر متزايدتها. بتقول له مين الطلب السابق؟ او تحسب يو ان زائد واحد تطلع 3 ان زائد 4. واليو ان شو هي؟ 3 ان زائد واحد. مين اكبر؟ يو ان زائد واحد اكبر من مين؟ من يو ان، برضه تقبل. او تشتق تفرض تابع اف اكس بيطلع 3 كمان تقبل. خليك على هي، من الطلب السابق يو ان زائد واحد ناقص يو ان موجب معناها متزايده تماما. ليك هي هي. اذا سهله ان شاء الله تجيكم هيك مساله سهله. بس ركزي عليا لانه اذا ما ركزتي بالامتحان راح تصيري سهله بس مع حرف ام بالبدايه. طلب هلا جاك الوحي. السؤال الرابع، السؤال الرابع ننزل على الحسابيه بالرابع. يلا حدا عم يكتب من لوح؟ نمسح امسح. لا 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 خلي الشباب يلعبوا رياضه، خليه يلعب رياضه الزلمه اللي عم. والله العظيم طيب كيف ممكن تجي الحسابيه بغير طريقه؟ يسلمون ان شاء الله ما حدا بيكشفك، قول امين. بس ما تقول لحدا ليش، هذا السر بيني وبين. السؤال الرابع حسابيه، اظن هذا هو الدوره. يو 1 6 يو 0 ناقص 2 مبين بده الاساس، منطبق القاعده الاساسيه. شو هي القاعده الاساسيه؟ هاي لعندي يو نجمه ناقص يو قلب بيساوي نجمه ناقص قلب بار. علوح يا لوح، النجمه والقلب نحن بنختارهم حسب المعطيات. انت معك الواحد والصفر، اختارهم. يو واحد ناقص يو صفر بيساوي فرق الدليلين بار. عوض اليو واحد سته ناقص ناقص 2 بيساوي ار، 8 تساوي ار. لاحظ القاعده هي جابت لك اياها بكل سهوله. شو بدهم الصغيره؟ اكتب يو ان بدلالتين، ليك نفس القاعده. انتبه، يو نجمه ناقص يو قلب بيساوي نجمه ناقص قلب بار. النجمه اختار ان لانه انت بدك تحسب يو ان، خليك معي. والقلب اختاره يا صفر يا واحد، على كيف كيفك، خلينا على الواحد. شو تصير القاعدة؟ يو ان ناقص يو واحد، اطرح الدليلين. ان ناقص واحد بار، جيب لي الار بثمانية، عوض. يو ان ناقص اليو واحد كم؟ ستة تساوي ثمانية ان ناقص ثمانية. انقل هاي لهونيك. يو ان تساوي 8 ان ناقص 2. طبعا حتى لو اخذت اليو صفر راح يطلع نفس الجو. هات اللي بعدها. خلصت؟ خلصت؟ ايش طلعوا اللي بعده؟ احسب المجموع من يو 2 ليو 10، كم حد هذول؟ من 2 ل 10 كم حد؟ 10 ناقص 2 8 زائد 1 9، عدد الحدود 9. نرجع بنطبق نفس الطريقة اللي حليناها بالطلب الأول. شوف هسه حسابية، ضل حسابية، انكشفوا لنا الهندسية. السؤال الهندسية، روح على السؤال الثاني، يلا نحل هندسية. السؤال الثاني، نعرف المتتالية، كمان دورة. بيجينا اثبات هندسي، انتبه كيف. اعطينا المعطيات. اعطاك يو ان زائد واحد يساوي 2 يو ان ناقص 3.
واليو صفر شو؟ اثنين. اسا عرف متتالية تانية في ان واحد على، خليك معي، مين بدهم حساء هندسية؟ في ان بتقول له في ان زائد واحد على في ان. ركز معي لانه هون العمليات الحسابية رح اجيب لك العلامة. الفي ان اللي بالمقام جيبه ليك وينه؟ واحد على يو ان ناقص ثلاثة. منقسم هذول لازم يطلع عدد ثابت. الفي ان زائد واحد بنحط بدل هذا ان زائد واحد، بدل هذا ان زائد واحد، بتصير واحد على يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة. اذا كيف بنجيب الفي ان زائد واحد؟ بناخذه للان زائد واحد بدل الان. صار عندك قسمة كسرين، خط الكسر الاساسي حطه عند اليساوي، الاول بمقلوب الثاني، واحد على يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة، ضرب قلبها لهي يو ان ناقص ثلاثة على واحد، هاي نسينا نعوضها، تعال نعوضها لهي، صير واحد على يو ان زائد واحد، عوضها وينها ليكا؟ هي اثنين يو ان ناقص ثلاثة، اثنين يو ان ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص ستة، ضرب يو ان ناقص ثلاثة، خلينا نحطها بالبسط، تصير هون ليك هي. هون في حركة سحرية، آخر خطوة دائما وأبدا، طلع الأمثال يو ان عامل مشترك. إذا هون آخر خطوة دائما طلع عامل مشترك، بتصير يو ان ناقص ثلاثة على اثنين طلعت لبرا يو ان ناقص ثلاثة، هاي بتروح مع هاي بضلص ثابت ولا ما ثابت؟ بتقول يساوي ثابت، شو الرمز هون؟ يساوي كيو، تاخذ العلامة حلها مرة مشان تكرش فيها، شو بدهم غيرها؟ حدها الأول بدهم في صفر، من هنا أنا بعرف الحد الأول، انتبه فهمان الرياضيات، شوف معي هو بيحط لك تعريفه بيقول لك ان اكبر او بيساوي الصفر، فهذا بيعطيك الحد الاول معناه هو في صفر. ارجع لعند اليو ان، في صفر بيساوي وينه؟ ليك هون في صفر بيساوي واحد على يو صفر ناقص ثلاثة، واليو صفر انا معي اثنين، بصير معنا واحد على اثنين ناقص ثلاثة، الجواب ناقص. شو بدنا نسوي؟ بدنا المجموع يو ان بدلالة ان، نفس القاعدة تبعيت يو نجمة ويو قلب، يو نجمة على يو قلب بيساوي كيو اس نجمة ناقص قلب. يو نجمة شو بنحطها؟ يو ان، بدل النجمة بنكتب ان على اللوح، نجمة بنحطها ان، القلب يلا لا ما نكونيك مو صح، يو صفر انا اخترت اليو صفر، بصير معنا كيو اس ان ناقص صفر. اليو ان شو؟ يو ان، اليو صفر اثنين بيساوي كيو اس ان وسط، الكيو معنا يا شو طلع؟ نص، وسطين بالطرفين يو ان بيساوي اثنين ضرب نص اس ان. اذا بدك بتوزع الاثنين على البسط وعلى المقام بصير واحد اس ان واحد، تطلع اثنين على اثنين اس ان، واحد اس ان واحد ضرب اثنين اثنين، واثنين اس ان ان، اكثر من هيك ما فينا نعمل اللي اياه. طبعا في طلاب حافظينها يو ان تساوي يو صفر بكيو اس ان، بس مو دائما بيكون معك اليو صفر، جزء يكون معك اليو واحد، لذلك احفظ القاعدة العامة، بصير يو ان على يو واحد يساوي كيوس ان ناقص واحد. تمرين سهل جدا، كان جايب 60 علامة، لا تروح من ايدك هيك تمرين ديما. الفي الهندسية متأكدة؟ فرجونا اذا الفي الهندسية حلي غلط، هات لنشوف. اليوم انا هندسيه غلط، اكتب يو ان، ضبطوا لنا الطلب الثالث، اعملها في ان، اكتب في ان بدلاله ان ثم استنتج يو ان بدلاله ان، صلحوا لنا الجمله، اكتب في ان بدلاله ان اخر جمله ثم استنتج يو ان بدلاله ان، تعالوا نظبطها، ركز معي، مين الهندسية؟ يو ان ولا في ان؟ في ان معناها بدها تصير في ان على في صفر بيساوي كيو اس ان ناقص صفر، في ان على، اعطونا الفي صفر،
2 بيساوي كيو. قديش الكيو؟ نص اس ان، تطلع نفس الشيء في ان. الفي ان بدي اياه، الفي صفر شو طلع معكم؟ تمام هلا زبطت معنا. ناقص 1 على 2 اس ان، بعد ما نضرب الوسطين بالطرف. اكدوا لنا من الحل عندكم، شو طالع الفي ان؟ صح؟ طيب شهد علي علي، والله وين رحتي غير ربك ما بيعرف. الفي ان هندسيه بدنا يو ان، بدنا اليو ان. انتبه، نبحث عن علاقه بين في ان ويو ان. وين هاي العلاقه؟ ليك وين؟ كثير من الطلاب ما بيعرفوا يعملوا لها. ليك نبادل بين الوسطين، يو ان ناقص 3 بتطلع لفوق، 1 على في ان، في ان تنزل لتحت. هلا نقول ناقص 3 لهنيك، يو ان تساوي 1 على في ان زائد 3. والفي ان وين؟ ليك 1 على ناقص 1 على 2 اس ان زائد 3، صح؟ وهو المطلوب. او فينك تبقى تصير ناقص 2 اس ان زائد 3، بتعمل بتقلب الاول مقلوب الثاني، هاي مقلوب الثاني. اكثر من هيك ما بتزبط. اذا دائما لما بيطلب منك يو ان بدلاله ان ثم استنتج، اول وحده بتبرهن بتطلعها والثانيه بتستنتجها من علاقه بتربط بيناتهم بالسؤال، ترجع بتعزلها لليو ان، ترجع بتعملها. تأكدوا لنا من الحل والله. هاتنا نشوف الحل اذا عندكم مشاكل. صح. وين في السهندسية؟ بحبش. السؤال الخامس، اكتب هام جدا ان شاء الله يجي بالامتحان. هيك اكتب 40 علامة بيجيك مساعدة. هيك سؤال ناتالي، طلعي لعن جميلة للأستاذ، بده زهورات وتحليها قدر الإمكان، بده زهورات حلوة. لعب رياضة. لو انت متهندسية، لو انت متهندسية ما بيشتغلش، خلصنا بعض الحصص. اني لا ما بيجيك فردي، زوج. اذا الحدود بلشت بيو 2 وانتهت بيو 10، شو عددهم؟ 10 على 2 5، هيك طلع. فبيجيك زوجي ببلش من يو 2 حصرا، بيكونوا كلهم زوجيين. فتقول دليل الاخير على 2، اما فردي لا. انت حلوا لنا المتعاقبه بعدين فكروا لنا بالشغلات اللي بتجي بالفحص. هاي ممكن لانه موجوده بالكتاب، اما غير هيك نو. يلا السؤال الخامس، يو 0 ناقص 2 وكيو تساوي 2. احسب يو 5. أول طلب يو 5، شو القاعدة؟ يو 5 على يو، شو بدكم؟ يو 0 بيساوي كيو أس 5 ناقص 0. عوض يو 5، شو اليو 5؟ نحن بدنا إياه اليو 0 ناقص 2، الأساس 2 أس 5، وسطين بالطرفين، يو 5 2 ضرب ناقص 2 ضرب 2 أس 5 ناقص 2 ضرب 32، 2 أس 5 32، جماعة عمر النصف بالكيمياء ويو 5. شو طلعت؟ طلعت ناقص 64. شو بده بس؟ مجموع من شو لشو؟ بده المجموع من واحد لل للان. شو عدد الحدود؟ ان زائد واحد. برافو. من الواحد للان لا مو برافو، الله يعطيك صنعة. من الواحد للان مجموعا ان، من الصفر للان ان زائد واحد. من الواحد للان، انتبه،
دليل النهاية ناقص البداية زائد واحد N ناقص واحد زائد واحد بيطلع N. إذا القاعدة تقول الحد الأول ضرب U1 ضرب 1 ناقص Q بس N عدد الحدود يطلع N على 1 ناقص Q. ال U1 معنى إيه؟ انتبه وينه 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 وينه، من وين نجيب ال U1؟ لا مو نفس العملية، في أسهل. كل حد ينتج عن سابقه بضربه بالأساس Q، صح ولا ما صح؟ هاي تعريف الهندسية، كل حد ينتج عن سابقه بضربه بQ. ال U0 ناقص 2 وال Q 2 ناقص 4، طلعت ال U1 ناقص 4 ضرب 1 ناقص شو ال Q؟ 2 أس N على 1 ناقص 2. 1 ناقص 2 ناقص 1 سالب على سالب موجب، بتضل 4 ب 1 ناقص 2 أس N. إذا بدك تنشرها 4 ناقص 4 ب 2 أس N، أكثر من هيك ما فيني أنشر. هاي نقطة. طبعا 4 ب 2 ما بتنضرب لأنه في قوة. نهاية أس N هون الطلاب بينضربوا، انتبه عليه. حتى تقدر تحسب نهاية أس N أنت لازم تميز شغلة، إنه بالرياضيات بس تشوف عدد أس N هذا اسمه هندسية. شو بيسموها هاي؟ هندسية، ولها حالات. إذا العدد هذا خير رمز له Q أكبر من الواحد بتقول الليمت لا نهاية. إذا ال Q بيساوي واحد الليمت واحد. طبعا الليمت دايما لما أنت تسعى للا نهاية بالمتتاليات. إذا ال Q تساوي، إذا ال Q أكبر من ناقص واحد أصغر من واحد الليمت صفر، وإذا ال Q أصغر أو تساوي ناقص واحد لا يوجد نهاية. هي الحالات اللي معنا. شوفوا بتمريننا نحن في 2 أس N، عين على هي لكن 2 أس N، إذا ليمت أس N بصير 4 ناقص 4 بلا نهاية. ال 2 أس N جايبينها من هون، لكن الحالة الأولى 2 أس N عدد أس لا نهاية، يعني 2 أكبر من واحد. إذا شو بيطلع الجواب؟ سالب بموجب الجواب سالب لا. تفسير عليه علامة، بتقول له لأن، انتبه على طريقة الكتابة، بتقول له لأن 2 أس N هندسية بتحطها جوا قوسين أساسها Q أكبر من أبوه، هذا عليه نص علامة. إذا بس نشوف عدد أس N تعمل هذا المخطط. يلا السؤال عندي سؤال، تفضلي. طبعا اسال اسال. ما شاء الله يا خاتمينا يا خاتمينا، والخاتمينا تأخذ معنيين. تفضل. حسابية ولا هندسية؟ نفس الطريقة. اسأل. هات اللي بعده، هات هات. قبل ما يقولوا فلان مات. خمسة ستة سبعة سبعة ستة، هام جدا، ستة وسبعة متجاورتان. يلا متوقع عليها هذا العام، صلى زمان 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 كومة ما جاي. متجاورتان تجيكم يا 40 يا 60. أنا رح حل واحدة وأترك لكم واحدة. أنا رح حل سبعة وأنتوا تحلوا السادسة بعدين. طبعا ما تعين على الحل، جرب بعدين شوف الحل. السابعة كيف بنبرهن متجاورتان بعد ما هشام يلعب رياضة؟ حفظي لنا هذا التجريب، سمي لنا جلسة تحليل واحد.